اليوم ليه مصرة تكوني مع الأهالي؟ أقل واجب نكون معهم على الأرض ليشعروا أنه هنالك ضغط حقيقي وبدعي كل الناس تنزل معهم. بس بدي أقول لك على صعيد العمل النيابي، نحن تقدمنا بقوانين وجبنا علي عدد من الكتل اللي بيصرحوا وبيقولوا أنه هن مع قضية أهالي الضحايا ومع استمرار التحقيق. هذه القوانين معجلة مكررة تؤدي مباشرة إلى أن يعود القاضي البيطار إلى مكتبه، والموقوفين الموقوفين ظلما بيطلعهم مباشرة مثل ما طلع موقوفين قبل ما يكفوا يده. فهيدي دعوة إلى النواب أن يضغطوا معنا لإقرار القوانين التي تزيل كل المعوقات أمام عودة التحقيق. متى رح يبصر النور هذا القانون؟ بدك تشوفي الكارتال المافيا السياسية اللي عم بتقول كل مرة وعم بتفرج الناس أنه هن مرتكبين بمجرد هذا الهروب من العدالة والخوف من التحقيق، عم بيأكدوا كل مرة أنه قديش ضلوعهم بهذه المسألة كبير. كاد المريب أن يقول خذوني، هذا اللي عم يعملوه مش أكتر. بس بدي أقول كمان، طالما في دم وأهالي ضحايا هيدي القضية ما فيها تموت. بعرف أنه كتير من القضايا قبل، بعرف أنه كتير من الجرائم أفلتوا دائما من العقاب، هيدي المرة الإفلات من العقاب لح يكون صعب جدا. شو ما عملوا إشاعات ورهبوا وخوفوا، كل واحد واقف إلى جانب القاضي البيطار والتحقيق، ما بيمشي الحال. اللي رحلوا أغلى شيء ما لح يخوفوه بأي شيء. شكرا لك ساعاتك.